الإنسان بطبيعته بفطرته عند حب التملك، يعني يحب أن يملك ويملك ويملك، بل ويحب أن يحرم الآخرين ويملك بنفسه، عند حب التملك وعند الأنانية. هذا الطفل الصغير عند أدوات اللعب واللهو، وأخوه ولا أخته أيضا عندها، فهو عنده مع ذلك يريد أن يستولي على ممتلكات الآخرين، على ممتلك أخوه ولا أخته، لأنه بالفطرة عنده حب التملك وما يشبع، ما يشبع إطلاقا. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. هذا واقع. هذا اللي ما عنده يتمنى أن يكون عنده 100,000 دينار، فإذا صارت عنده 100,000 دينار يتمنى أن تبلغ 1,000,000، فإذا بلغت 1,000,000 ما يشبع، يتمنى أن تكون 10 ملايين. يوم اللي صارت 10 ملايين يتمنى أن تكون 100,000,000. بعدين يقول 100,000,000 شنو قيمتها؟ الناس عندهم بالمليارات، أنا عندي 100,000,000، فيتمنى المليارات. لو افترضنا أنه صارت عنده مليارات المليارات، هل يشبع؟ لا والله ما يشبع، لأن هاي طبيعته.